أسفل القدم نسميه بالتهاب اللفافة الأخمصية. أبغاك يا مدام تقري في النت عن التهاب اللفافة الأخمصية. هو تآكل أحد أهم أسبابه الجزم السيئة. سكيتشر أسوأ جزمة موجودة في السوق، والسبب الليونة الزايدة. كل ما كان الحذاء لين بزيادة كل ما كان الضغط يروح للقدم. نحن نبغى حذاء قاسي ولكن له بطانة مريحة. فسكيتشر تشبيها فقرب برميل مندي. وسلامتك.